طالعه اهداف باسقاط النظام، طالعه اهداف في سوريا الا والى بيت الاسد. سوريا لكل سوريا، نحن احرار النساء الساس، النساء السويداء. ما بدنا الفقر، ما بدنا الغلاء، ما بدنا اولادنا يخدموا جيش، ما بدنا حرب السفر بارك، ما بدنا يسافروا كمان. اللي رحم على جيش خسرته، اللي ابنا سافر خسرته. عارفين حالة من الفقر والذل والاهالي. احنا بدنا الحريه مو اكثر. بدنا اولادنا يعيشوا. بدنا اولادنا يعيشوا بكرامه وصغار يكبروا وهن مرفوعين الراس، وما بدنا الغلاء.